الله عليك توصل السلام ان شاء الله. والديك سلم وسلم. السلام عليكم يا ربع. يلا مشاري يلا. بسم الله. يلا مشاري. يا شكل كويتيين ولا سعودي؟ تبارك الله. تعبت عمرك. خلي يحس بك. يعني عشان يكون سعودي وانتم كويتيين. روح اطلع 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 ازعم محمد رح شلون كويس حق انا سهر الله هلا ما انت كمان الشايب والله على على والله خشمي يوصل يا ربعنا اوصيكم بالبذوث وديروا بالكم في الكلام والسلام مع التحية والظلام. دقيقة تعال دقيقة صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللي بيطلع كلنا علي أستاذ وادي صح؟ عشان الكويتيين وحنا السعوديين ما تطلعونا. اسمع هذه حق ستة كم يوم احنا اليوم كم؟ 46 يوم اللي ذبحناكم. قولوا انت وين رايحين؟ ها؟ وين رايحين؟ كويت. عشان الكويتيين وحنا السعوديين. عيال برحناكم بالشنطة زبنونا. خدمه يا رجال. ما في فرق. تبون شيء من الكويت؟ والله اني صادق. سلم على الكويت. يا اخي امشي قدر رباك. سلم على الكويت. سلم على اهل العاش. اسالك ولا كويتي يقابلك ويسلم عليك يقول احنا كويتي سلم عليك. يا علي. يا علي. لا حشم يا لملم ابشر بس سعد والله لك لك حق وانت والله كبير السلام يا بعد الله يحفظكم ويسلم عليكم الله كله انا اوصيكم بالسلام شوفك سلم على اهل الكويت كله ابشر بس سعد يا ابو عيد باذن الله انك جايه باذن الله ابشر بس سعد ها عندك ربع لا والله عندي ممنوع يوم امي الله يسر امرك ونشوفك ان شاء الله على خير سلم مسلم سلمنا على الكويت ابشر بس سعد و ان شاء الله انك تعذرنا على القصور ان كان مقصور لا بالله ما جاء منك القصور يعني اهداك ولا من الاولات والله انك عند الزوار من الثانيات انك اهداك والله اني اشتاق لك الله يرحم والديك ويطول عمرك لا انا اهداك الرحله بتاخر عليها روح روح ابشر يا مشعل ايش فيك علي ايش فيك تخيلوا تاخذ نادر تخيلوا لا الزر بس تخيل معجب في الشنطة يلا اطلع خلنا نطلع يلا تعال يا علي تعال يلا على خاشمي الشنطة يا بابا باي يا حبيب قلبي تبي شيء؟ لا سلامة الله في الشباب كلهم أبيهم اليوم كلهم تبي شيء؟ تبي شيء؟ السلام سير بس عادك جاك من الحين لا ما يمشي أروح خذ محمد جابر ياخذ محمد جابر ما يقول طلع برا ياخذ محمد جابر ياخذني معه طيب الشنطة ها بيبي يطلع بشيل 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 ها شلته أروح معهم أبابا أنا أروح تكفى أروح أنا هو مو مركز أبابا إيه خلى واحد الله يجعلني عندي فكرة هاي عندي فكرة طيب أسمع أبابا خلاص عند مشعر ذا الحين شوف إيه لا ها بروح معهم كذا بيض الله وجهك هنشوفك على خير الله ييسر أمرك سلام عليكم الله يحفظك أبابا أسس عندي ذا المرة أبابا لا يا عيال والله السلام انا اسمح لي بابا صراحه اروح مايك مقفل اصبر اني طالبك وش مايك مقفل اجين يا بابا الله يجعلني فدوه كيف حالك اروح فتحت المايك لا فتحته والله يا اخي مطلوب خشمك خلي اروح لكني ماني برايح واخلي البث لحاله اني معكم انا صديقكم ها انا نجم اليوم اذا تدري فيض الله وجهك
فهذا الحين رايح نعيش ريالتي وننجح الفقرات. يلا عايض عايض يروح اروح اروح ليه انا ما الاسباب ما الاسباب التي ادت الى ذلك؟ ما في اسباب يعني تمشي لوحدك والناس كثر. مع السلامه. بيننا بيننا لوس طرشوله طرشوله دزوله ما يجيب وين في الشط صدق شط اليد ترى يا عيال يا ابو راضي إيه؟ اه طلع طلع ميج من الشنطه بس خلينا داني يا اخي ابعد عني ابغى اروح اضربه والله انا اذكر انا طالبك يا اخي يا حوت كسا كسا خلاص خلاص قام المدعو عايض ابو علي ابوه ابو علي ابوه قام بكسر اللوحه دقيقه الماثل امامكم دقيقه وهذه ادله على وجود معيلة تمشي اسلم اسلم بسم الله عليك هلا هلا والله حياك الله الماثل امامكم ابو علي ابوه قام بكسرها والان يقوم بمحاوله مداركه الخطا الذي قام فيه بس الشق اكبر من الرقعه يا سلام صلحت ها في شيء خرب ما في شيء خرب تعال تعال نبغى نضرب هذا والله تكسرك انت فرو انا تعطيني اضرب جواه تيب 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 تراها مضرة يا غبي ركز على اهدافك الله لا يوفقك الله لا يوفقك ركبتي ركز على اهدافك طيب يا معلم ايش فيك مع اخوينا الناس هذه الناس هذه اللي تبي تهرب لا هذه صدق اسمي سلامات 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 يا عيال سلامات عاد سو سو قم 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 اربط 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 اللي جه الصراحه وانا شباب العالم كل ما اتاكد انا بس من الموضوع وي لا بروح بهذا العين لا لا وي وقف وقف هذا ما تيجي كنا ضحكنا وي 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 لا لا تو ترى والله يجعل من هنا من هنا انا بدي اقرا انا بدي اقرا انا بدي اقرا انا الرياض يا زي النيله كم بيبي انا عيد الرياض نعطيك الكبده و كم بيبي خرف برا يلا هيا 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 سيد وحده رويده برا يا برا حلاوه بقره الله يسعد يا دنعة يا محمد دنعة يا عنا فك خني يا عاتب فك خني والله ما تقربه في وجهي هذا الترجاوي هذا الترجاوي برا 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 بس هذا الترجاوي يجرح ويداوي اي واحد يسكن يضربه يلا ولا نربطه عصابة ايوه ولا نعدده هذا الترجاوي يجرح ويداوي ايوه هذا الترجاوي هذا جود يجرح ويداوي هذا لا خله خله حلو النسخة تكون هذا جودي جودي من؟ لا من كراتيه يا رجال كراتيه كراتيه حمزة يا رجال شفت محمد الدنعة يضربه اشهد انك ابو اضرب وجهك شفت محمد الدنعة يضربه لا لا صدقني اني شفته العزيزي لا العزيزي متعافي يا عسيري لا
عسيلة دقيقة أفا كل النسخة عند الباب ما معنا إلا ذولي هيا نروح عند آخر السوق والله مشينا يلا تبغى نكتف وعمي نروح بآخر السوق لا دولة والله ما يستاهل شوف عبد المحسن بيجي يقول أنا في وجهك عزيزي بعدين يدخل عزيزي طيب إذا جاوا الاثنين عزيزي إذا جاوا الاثنين هروب طيب تعال عزيزي هروب 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 يا طيبة قطبة قطبة يا طيبة قطبة قطبة يا داوي العليا اني بربط عمري يا طايرة افداك الله ينقدر عدو والله الله شاقني يا صديقي لا تعال تعال هاو صالح هي ابن عمك اي صالح ولا جميل ايوه جميل جميل لا صالح صالح جميل 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 تعب صالح بيجي يقول لك بيتين وحكمه تفكك ام الجو صح جميل يا جميل يا جميل 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 كتف رجله من بسرعة اسمع انا عندي كلام متكلم اسمع والله اللي بتكلم وانا صادق اللي يتكلم وانا صادق اسمعني والله اللي يقول واحد الكبير واحد الكبير تعال تعال ايش تبغى بدينا بدينا والله ما معي فلوس والله ما معي فلوس والله ما معي فلوس يا عيال اقسم بالله ما قايد الرجاء اي اي يرجع والله ما معي شيء بلا تحرك فلوس قطبه على قولتهم ايش تبغون مني الشعر ممنوع دقيقه تبغى اعطيك قصايد لا لا ممنوع تبي تبي قصايد تبيع الزمرة هاللي ربطاني لا 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 الزمرة هاللي ربطاني وانا حي هاي انا اشهد يا خلاص يا عم يا عم والله بيزبنا لا 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 سكت يا غني يا رب شد شد الرباط خلاص هيكم بين يلا شلو شلو اصبر امشي بسرعة يلا امشي امشي الزمرة اللي ربطوني وانا احي قطبه قطبه اعترف اسمع اعترف وش اعترف انا بعد انا كل واحد عنده اعتراف وش اعترف فيه كل واحد عنده اعتراف القصيدة القصيدة اللي ذاك اليوم قلتها بلاش باك دقيقه القصيده اللي قلتها بلاش باك يوم تقول جيلين حرب جيلين مدري ويش وجيل وجيل علمنا ما نهى الجيل هذا ما نهى الجيل هذا والشيء الثاني جيل وجيل مين شوف الجيل الأول ما طلب منك إجابة أشبع الأسئلة السؤال الثاني السنيكرز في دولابي من اللي ياخذه والله ما هو أنا قسم ما طلب لي إجابة أشبع السؤال الثاني ضيع تيشيرتين وبنطلون والله ما هو لا تجاوب اسمع انا مضيع اسكت انا مضيع ملابس الداخلية ويني شوف انا الشيء الوحيد اللي ياخذ الشيء اللي ياخذ فكوني لا دقيقة بيعت يا عايض اللي لا تجاوب فك ما انديها شوي 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 والله ما انديها كلفتي ربط ربط مكان ربط مكان تسوي حميه تسوي حميه خربت خربت تعترف ايش بتقول تعال تعترف طيب فكني من عاد يا استاذ استاذ هو بيعترف اصبر انا بعترف اعترف اصبر بيعترف هو هذا المتوحد الربع شوفوا الصدق اكون معكم صريح ايه وموضوع والله ما كنت ابغى اصرح فيه ايوه لكن يا رجال اعترف ما تلقون احيانا ان السريلاك من لا مخلص شيء ايوه لا لا يا حار لا لا سمعت صاحبي انا معك فريقي امانه الزمره اللي ما تبهر سنونه زد ابدا الزمره اللي ما تبهر من الهيل طيب في اعتراف ثاني يلا عايض كان معي والله العلي العظيم منك الضوء يا رجال طلع وجهك طلع وجهك خليك وتصدقيني ما نبي نسوي تمويه ما نبي نسوي تمويه خب 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 كيف ما نبي باكل سريلات لا تجاوب اضبطه قطبه قطبه يقول لي اكل سريلات قطبه الرجال تعال تعال
انا هذا ذبح خويه مين خلي خويه ايش على ربط معك تعبان ما خلص السيريوك حق العيال هاتوا خادم هاتوا خادم المرباط اضبط ايديك يا اخي تعبان اولي واحد راس شمو يعني تعال مني تعال يا اخي انا هذه هلا انا مسوي لكم شيء اجلس قطبه يا حبي انا دور الكلام هذا من زمان ادور الكلام هذا دور يعني انا ادور له من زمان ايوه ابعدوا يا اخي وش العلم يا اخي انا ادور له من زمان انا يا اخي خلوني انا ببرر يا اس اول موضوع اقطع الصوت السريلاك يخلص بسرعه دقيقه بكل لا دقيقه بكل مايك تفيد صوته صالح لا خش خامتي خلاص اعترف جميل العتيبي جميل نايف ايه جميل نايف جميل نايف العتيبي لا في خصم يا اخي انت معد معدا هذا يعد واسمع عطنا وجهك اسمع جميل بن نايف يا اخي بقول يا اخي تعاك السريلاك حق اصبر صح السريلاك حق مشعل وينه قدها ولد انا اقول ركز السريلاك حق مشعل وينه وينه تكلم اكلت اسمع لا يا ولد هنا ارسلي في دولابي انا مقدم معك ترسلني ليه اصبر امسك اصبر السنيكر اللي دولابي من اللي ياخذه يا اخي خلاص يا اخي احترام تشتمون اكثر السنيكرز اللي تحت سريري وينه تكلم وينه اصحى من ظلم الضرباتي سروالي الاسود وينه شوفوا تحت سرير عايد سارقه ابو يعني داني تابعي كلهم كذابين في كل مشكله باطري طيب اسمع تبضبط من اللي طلع من سرير جميل اعطاك اياه الحشل ما بنا في تبتات في اثنين في الحشل خلاص شفت يعني اكتب اي حطونا في راسي يعني كل شيء عايض عايض ابو علي بكري ابو علي وخر الماء وخر الماء لا تلعب بالماء نعمه وخر يلا روح تعال بث الحانه شباب امشي اقبلت ايش معناها دقيقه السيناريو يقول ان اقبلت ما الذي جرى بين المتسابقين قبل قليل بعد فقرة فلاشباك؟ حصل طول عمر في جلسة اعترافات اعترفوا ولكن المتهمين اعترفوا بالجوالات؟ لا جوالات معهم بس انهم ما يعبون معناهم احنا انت اول واحد ثاني شيء السيناريو اما عن السيناريو طول عمر المتهمين الاولين برا وتهمتهم ولكن المتهم الحقيقي عايض الحارثي هذا وش معناته؟ معناته ان في ان قبست الحظ هذا السيناريو ننتظر منكم اللي بيطلع منه مفلوق الاول هو اللي بيطلع قبل العيد نعم بدري نعم وهذا نعم يعني هذا بنسوي نعم هناك بعد نعم شوي افلق عبد الرحمن بدري عبد الرحمن في رجال متهم ارحب كتفه هذا ما يهد اسمه سبوك ايش ما هو سبوك انا عند المغان واسبق مني ما فيه كفو لكن في السرعه يعني احنا بنطلع اصبر خلينا نشوف خلاص معجب تاكل معجب الله يضرب له فيك معجب والله ما يرد منك الا ابو نايف تعبان والله تعبان والله اني تعبان والله خليني اربطك انا والله معجب تاكل معجب والله اني تعبان والله جميل ايش؟ هادي لا تلطم لا تلطم خلاص هادي هادي من عايل جميل مايك احنا عندنا موضوع الموضوع اللي اتفقنا عليه احنا الله اكبر خذ حقك تكوي جميل ايه الحقه شو اسمه لا تسلمنا
نقول لكم واسلم الإدارة واسلم كل شيء. ما يشغل ما يصير والله يا ابو نايف ظلم انت من يا اخي كلهم واللي سويت به الحين يا اخي ليه يا اخي لا اله الا الله يقول يوم الترق اليوم التورية لا خسارة بكرة ان شاء الله ها ما احتاج باحته الله لا يهينك بيض وجهك حيا الله درعين كوفي بلا بسوي عضلات كذا بالله خليني اشوف عضلاتك ما شاء الله تكفى ما عاد استامن احد والله اي والله دقيقة تكفى اكبر الله أكبر ولله الحمد الله سؤال يا عيال لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله يجزاكم خير وحي والسنة وكبروا الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله حجاج الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد. صلح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحيوا السنة يا جماعة أحيوا السنة وياك أبو عيد وهو يا أبو علي السخنة ذبحتني ما يجيك يا لا في عزيزي ولا فيك اللهم امين استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر شفت شفت يدور بشاكل شفت اني جيت انا استغفر ولد الرجال ولد اذكر الله يا ولد اذكر الله اذكر الله انا بتكلم معه طيب عادي يا اخي فضفض عن روح يدي عليه ابي اتكلم معه ابو علي تكلم صل على النبي صل على النبي اسمعني يا ابو علي يوم عرفة لا يرفع أعمال المتخاصمين علم خلني خلصت كاري هو يقرأ أذكار صلاة المغرب ترى نسى صلاة المغرب ساعة أنت كذا ما عليه أخوله يا الساعة اثنتين يبغى عليه ما عليه ما عليه هاجر وش المشكلة أخو العيالي ما يب ذرودية ما يب واجب سنة طيب يا أخي يقرأها الحين ما عليه عادي الله يجزاه خير رحم والديه الله يجزاه خير لكن أنا بعلمه بس ودع عليك هذه اسمعني يا أبو علي انا اتكلم معك باجي بسمعك لا لا ذي مالها سنه عليك اسمعني الله تعال تعال بتكلم معك واضح المان لا ها لا امورك سليم تعال امان تعال امورك سليم تعال 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 تسوي مقتدي على الرجال ليه؟ خل الدعاء ما عليه مني يا ابو علي، اسمع. انا بعلمك بالشيء اللي 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 من تولى الله. انا بعلمك حاجه. بعلمك شوي تولى الله يا ولد. حتى لو ما تسمع. بعلمك تولى الله. ليه؟ انا عندي مصيبه. ليه تحب تتكلم بس ما تسمع؟ انت اسمع كلام بعدين تكلم مصيبتك. دقيقه. اصبر الرجال مصيبته كايد. لا مصيبته ان شاء الله انها وين. الله انها مصيبه. بكره. بكره يا ابو علي. حلف فيه وعد الرحمن. بنصحه بكلم بعدين يتكلم مصيبته. يا اخي انصحنا رجال رجال حد نصيحته ما يبي نصيحتك ما ابي امها رجال عنده مصيبه عنده مصيبه انت صاحي مصيبه الجراب. مصيبه شفت الجراب حد المايك اللبس طاء انت صوت ما تشوفني واقف هنا ابغى اشوف ادور النساء عبد الله منير علي امزح ما ضاع ما ضاع ما ضاع خاش انا خاش خاش انا هو انا وعنو خل خل هذه والله ويلو ايش رايكم ندور له الحد يدري فقنا ابو علي انا اول اول شفت شوف شوف ولد ايش اللي هناك هو 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 عانى تحت ها هذا اللبس حق شوف شوف ايش اللي هناك شوف ايش اللي هناك عزيزي وين رايح؟ راح يعني ما تبغى تساعدنا لا بيجي بجراب بيجي بجراب بيجي بجراب هو شايله انا على ما ظننا في المطبخ يا اخي عند الخ عند الخ ليه؟ وراح يجيب الجراب عند الرحمن عزيز والله سعد الحين كم؟
ساكن. ما بعدي. ساعة والله ما أدري. ثلاثة. لا ده أحس إن محمد بني بيذبحني. وش اسمه؟ محمد بني. هو اسمه كذا؟ ها. عبد الله منيب. عبد الله منيب. ليه؟ يقول عاد والله انه رجع. بيقول وين الجراب؟ ما لي جراب بسيط رجع. يا اخي انا طرحته هنا. انت اللي طرحت؟ طرحته هنا. ليه؟ ليه؟ وش في يدك من هاي الخبر؟ مني طرحته؟ بالغلط. هو قال نزلني. هو وانت كل ما قال لك شيء كمكم. مرح دوري ايش بتقول حق ثوب محمد جابر لا 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 اي والله ابو لحظة ادراك ابو علي الحين انت بيعطينك اجازة ثلاث ايام صح بتروح لترج صح وش بتسوي ثلاث ايام والله ما ادري تدري ايش انا يا اخي يا اخي انا مشغول تسالني اسئله لي شغل لي هذا البرنامج برعايه السيف جاليري اي ثوب للخياطه الرجاليه اي اكلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة وقف مشكات الحرم دائما نتساءل عن فضل صوم يوم عرفه أعلمك الحين عن ابي قتاده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل صوم يوم عرفه قال يكفر السنه الباقيه والسنه الماضيه لذلك فرصه اغتنموها جزاكم الله خير هل استمعت لتلاوه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد او الشيخ محمد ايوب أو أئمة الحرمين من علمهم القرآن الكريم تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن وكل من علم وساهم في حفظهم شريك لهم في الأجر هل تتمنى أن تكفل طالباً يكون إماماً للمصلين يوماً ما؟ 15,000 طالب وطالبة بانتظار مساهمتك في وقف مشكات الحرم ليكون لك أجر صلاتهم وقراءتهم وتعليمهم للقرآن مدى الحياة وتذكر أن صدقتك في أطهر بقاع العالم وقف من المشكات يرجو بذلكم في مكة الغراء يبغي الباري أضم بها الوحي الكريم منزل والله قدمها على البلدان قاعد نصور ذي احنا قاعد نطلق هي هذا اخوي طال عمرك عنده ولد صغير والله اصغر مني بسنه سنه ونص سنه وشوي ولد مجرم ما حط مركه بيني وبين باضه لا يحسب انه قلوبنا متجافيه اي حط بيني وبين باضه الود والتقدير والاحترام الله يسلم هذا ولد اخوي يا ولد مجرم مجرم مفلم جاي مره ذاك مره ابوه مسكه ما ادري ايش مسوي ايه هو إنسان يفهي واجد على الجوال عندهم جارتهم ما عندها لبنت قالت ودنا مكان وداهم أيام عيض ظني هو يطقطق على الجوال ونزلت جارتهم باقي البنت معه برعة صغيرة مرة أربع سنين حط الموتر يمشي فاهي ونسال البنت
وقف الموتر قفله قاعد عند الرجال. البنت بلغت كل مكان العجوز. هذا البرنامج برعاية السيف جاليري، آي ثوب للخياطة الرجالية، آي أكلين، شاي ثلاث تسعات، موقع جزل للمنتجات الفريدة، مياه تانية، دار حبوة للنشر والتوزيع، بهارات صرة، وقف مشكات الحرم. دائما نتساءل عن فضل صوم يوم عرفة. أعلمك الحين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الباقية والسنة الماضية، لذلك فرصة اغتنموها جزاكم الله خير. هل استمعت لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ محمد أيوب أو أئمة الحرمين؟ من علمهم القرآن الكريم؟ تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن، وكل من علم وساهم في حفظهم شريك لهم في الأجر. هل تتمنى أن تكفل طالباً يكون إماماً للمصلين يوماً ما؟ 15,000 طالب وطالبة بانتظار مساهمتك في وقف مشكات الحرم، ليكون لك أجر صلاتهم وقراءتهم وتعليمهم للقرآن مدى الحياة. وتذكر أن صدقتك في أطهر بقاع العالم. وقف من المشكات يرجو بذلكم، في مكة الغراء يبغي الباري، أضم بها الوحي الكريم منزل، والله قدمها على البلدان. تمتع بالطعم الحقيقي للشاي، شاي ثلاث تسعات، شاي عالمي. من أجدادنا تعلمنا فعل الخير، ومن آبائنا تعودنا على الأناقة. في كل عام نتحمس للثوب الجديد، وهالسنة ثوبنا من آي ثوب يزيدنا أناقة. مشاهدي بداية، نخبركم بأنه سينتهي بثنا على القمر الصناعي نايل سات في 30/6/2023 من الشهر الحالي، ونسعد بمتابعتكم على التردد التالي. كما يمكنكم المتابعة على SCCTV. التفكك الأسري، سوء الحالة الاقتصادية، زيادة جرائم العنف والسرقة، زيادة حوادث السيارات، الاضطرابات النفسية والعقلية لدى متعاطيها. اختر حياتك، اختر حياتك، وتذكر نحن مستهدفون في وطننا ومجتمعنا، لنكن يداً واحدة لنعزز حصانة المجتمع تجاه المخدرات. لا تتردد أبداً في الإبلاغ عن تهريب المخدرات وترويجها. تواصلوا مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995.
عنيت فنجال بار يا خذونا لا يا لا يا لا ابشر والله بالسؤال ابشر والله بالصدق ابشر والله بالكذب صدق انت والله سوي كذب ابشر والله بالكذب ابشر والله بالخيالات ترى صدق الخيالات وفقها من الروحي يا شباب هذا صور ابغى اصور ايه يا بابا بابا شوف راح اروح الاعداد راح الاعداد ممنوع هذا خلاص خلاص 100 لقطه شوف راح الاعداد والله هنا عندنا بعضه والله اني بعضه شوف شوف عايض هنا 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 شين سؤال دقيقه خلنا بقى بس عايض في هذا القصر راحوا الاعداد منطقه محظوره خصم 4000 4000 صح انا اكتشفت ان المحل ذا بخور السوق ذا لا ارادي هو اللي مخليك تقولها لا ارادي لا 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 ببيعهم كذا حب بخور السوق بخور السوق ابيعهم عايض بيعني اليوم ابابا كان متسابق صدق والله ما ادري ها بس على سهل لا ترى تسأل لا أنا لحد في حاجة ذا اليوم بابا بس أنا أختلف بينه وبين واحد الإعداد الإخراج يعني سحش ما أدري يمكن سحش يجح فينا أحيانا عندنا كلمة بابا يمكن أحيانا بابا حنا فهمت ليه ما تدري ما تدري صدق ما حتى ما تدري إيش تقول حنا على نياتنا ولا حتى ما تدري إيش تقول أنت حنا ما أشوفهم بابا مشكلة إذا كنت متسابق حرك الكاميرا يا دلخ أنت أسبوع الجاي براي ليه لا تناظر الكاميرات يا اخي انا ما في كاميرات هنا يا اخوان استجعيد كيف يا اخوان ما في كاميرات الانضباطيه بولي. الانضباطيه كيف تصير منضبط يا نجم قل لي كيف قل لي كيف كيف تصير منضبط ما لك دخل علي لا انا اعلمك كيف عود نفسك انت تعلم دقيقه ابغى اخصم علي محمد فرح يعلمني الانضباط محمد فرح ملك ابراهيم يعلمني الانضباط ها يلا تفضل 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 تعال سح تعال احمد تعال تعال انا ما اقدر اناظر هي عندي ناظر لا شوفها عندك والله ما ناظر شوف والله ما عندك والله ما ناظر يا 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 ادم يا عالم شوف يا ناس عود نفسك شوف ابابا ابابا محمد فرح يعلم الانضباط ابابا قاعد يمسك يطق كذا المايكات وذي ولا يجوز يا محمد ناظر يا محمد يبغى يطيحني في الفخ بس اتحدى اتحدى اتحداني خليك تناظر الكاميرا والله اني اتحداك العلوم شوف الهطف هذا اوه اللي قمت انا وتناظر انا على طول ما تطيح الفخ على اسمع بسك سؤال سم ايه اسمع عندي لك لعبه اسالني واجاوبك واجاوبك واسالك هذا بودكاست 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 لا يعني اليوم انا جاي نشاط مو بصاحي سؤال بسؤال عشان تنشطنا نشطك بس اسالك سؤال اسالك سؤال تفضل زين صدق اذا طلعت من هنا هل ب ب ب يعني شفت انك مثلا لقيت زخم جماهيري تكتفي ولا بترجع ترجع يعني تبغى اكثر صدق لا لا بابا لف الكاميرا هناك شوف لف عليك لف علي لا تحط علي يا بابا سلام ارحب ايوه يا ولد كنا نمزح يا استاذ لا كذا بجلس حالي بناظرها والله انا نمزح يا ابو مفرح كنا نمزح يا اخي اكفى طالبينك احنا اسف والله العظيم مفرح ضغط ستار والله ماني بعرف اني اسولف مع نفسي ايش العلم يا ولد؟ لا 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 انا وصلت الحالة هذه الحالة تبلد تجيني في اليوم 3 مرات مرتين كذا فجأة أموري طيبة مستانس الحمد لله ونشكره ما علي خلاف
بس كذا فجأة يجيني تبلد. كيف أوخر التبلد هذا؟ جلست مع نفسي، فكرت مع نفسي، ماشي أيام يروح. كيف بالله يضع تبلد؟ ما هو تعريف التبلد؟ ما هو تعريف التبلد؟ أنا قاعد أسأل نفسي. طيب أجاوب، ما هو تعريف التبلد؟ التبلد هو أنك تبغى تتكلم بس ما تعرف تتكلم. لا لا والله ما بك، تبي تتكلم ما أنت فاضي. تبلد يا أخي، تبلد ما يحتاج تعريف، ما أعرف. شفت نفس كذا حال. ما أدري هو قد شوق، قد ودي أطلع الحين. والله أنا في نفس الوقت ودي أطلع الحين ودي ما أطلع. والله ودي بارك أبدهم وأسوي فقرات في البيت، والله العظيم ثم الله لا أسوي فقرات في البيت. 66,000 فقرة اللي ما صارت لي هنا أسويها في البيت. أفتح بث وأسوي فقرات، وأسوي فقرات بيني وبين أهلي وأخواني. بس وش أحط الجائزة؟ ما في نقاط. وش أحط؟ دراهم ما يمديها. والله ما أدري شو أحط، بس بحط. بسم الله يا ولد. هذا ليش المهم؟ من يا ساتر. هو في ناس ما شاء الله تبارك الرحمن يا اخي، يجلس مع الحاله يصنع محتوى. انا ارحب ارحب يا دهر قلبي، رجع انا هن. تعال تعال ارحب، تهبى انت اللي ارحب. اخو العيال شو اللي فيدك تشرب بايسن؟ ما جبت لي هذا لي. أجل والله معي قهوة. البقاء دهر قلبي رجعانا. اجلس. والله أنا متركوني الرجل وراح جلست لحالي قاعد أسولف مع نفسي. حي والله ذا الرأس. يلا حيا وتكعتك. لا أنت ما شاء الله ما أنت ما أنت يا سلمان له ما يحتاج تشرب قهوة. لأن رأسك قهوة. لا ما شاء الله شغال. أنا ما أجيب إلا شيء جديد. طلع الجوال وارسلها لي على الجوال طبعاً اللي هو المايك. ارسلها لي على الاسمس. حلوة دي. اسمع إيش قلت لي؟ راسك قهوة إيش؟ أنت ما يحتاج تشرب قهوة. أنت راسك قهوة. ما أبي والله ما أبي والله هذي من عندي. استغفر الله وأتوب إليه. أخي شو أخوك لا قد يحلف؟ يقولك. أخوك المسلم قد يحلف لا تحلف. حلوة. إيه. عاد ارسلها لي. والله جديد. لا هذه انا احتاجك انت ترسلها لي. من؟ والله يا ولد شربت قهوه كاني دخلت. سلمان لهي وش تعريف التبلد؟ تبلد انك ما حتى تشرب شيء. ايش الو؟ اي عندي بس دقيقه. ايوه يا سلام. وش تعريف التبلد؟ التبلد انك ما عاد تشرب شيء، يعني خلاص تجيك صدمات لين ما عاد تشرب شيء. انت ما جتك التبلد المرحله ذي؟ انا كل شيء اسولف مع نفسي، اقول انا يجيني في اليوم 3 مرات تبلد، كذا فجأة تجيني كذا. 3 مرات في اليوم تبلد؟ 3 مرات من هون. والله انك ممكن اصدق. كذا فجأة لا ما في لا اسباب، ماني تعبان ولا كذا يجي ما عاد خلاص ما عاد اعرف اسولف، وعاد ابغى اسولف. مو بمنك. ساكت. من العقل الباطني عندك. العقل الباطني. العقل الباطني، شوف كل ما جتها صدمات. ما يدي ما 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 تجيك على طول. لا تقعد 5 سنة وتجيك. بالله عليك. ايه. يعني هذا اللي ما تجيك الا بعد 5 سنة أيوه. تعيش سنين. ايوه تعيش سنين. تجيك قد كبيرة في السن. خلاص تبلد. بس تدري انه مو حلو تبلد المشاعر. لان الشخص بدون مشاعر احس انه فاشل. مو فاشل، احس انه بلا مشاعر. لا مو بلا مشاعر، تحس انه مو بانسان. صح. اللي ما عنده مشاعر هذا الانسان لا يصنف من البشر. صحيح. ايش دخل مشاعر في التبلد؟ التبلد يشمل المشاعر. انا تبلدت مشاعري.
ما عنده شعور. يعني أنا ماني من شعور. إلا أنت، أنت تبلت. أنا أقول لك ثلاث مرات تبلت في اليوم. في اليوم؟ أنت. أوه صح، أنا الحين تبلد عادي شب. يعني عادي شب. تبلد يعني ما يشمل الإنسان. صح. يعني أنت مو إنسان. يا غبي يا متخلف. عادي سبة. خذ راحتك. تفضل. أنت متخلف. يا أخي أنت إيش تبي؟ أنت ليش عايش أصلاً؟ عايش عشان إيش؟ يا أخي روح لك شوف لك شغلة ثانية يا أخي غير الحياة. وين أروح؟ روح كوكب ثاني، إيش تبي معنا في الأرض؟ وين الكوكب الثاني؟ دلني الطريق وش؟ المريخ. عجزان تروح له؟ كوكب المريخ قد جيت أنا؟ قد جيت إيه. ليه ترجع طيب؟ رحت أشوف المجتمع هناك وأشوف المجتمع، المجتمع هناك يناسبك أنت، كلهم متبلدين اللي هناك. أكثر المتبلدين اللي عندنا وديناهم هناك. إذا كنت مشرف عليهم؟ أنا إي أنا مشرف. إيه لا أمورهم طيبة. ليه؟ أمورهم طيبة دام كنت مشرف. طيب الحين التبلد ثلاث مرات بس في اليوم، يعني في اوقات تجي فيه مشاعر عندك؟ فيها اوقات توصل لي وقت التبلد اللي ما احس بوقت التبلد، يعني يجيني تبلد ما احس. انت مصيبه انت، انت مار بظرف صراحه طارئ. علمني علمني شو تحس فيه انت؟ تبلد. اوكي تبلد بس ثلاث مرات في اليوم، يعني انا اشرب قهوه الحين ما كنت اشرب قهوه من التبلد. من التبلد انت عندي اجل مو بمشاعر اللي عندك. يعني انت تتكلم الحين وقدامي ما كنت اشوفك ولا كنت تتكلم. اجل عندك تبلد هضمي انت. تبلد هضمي. ليه يقيلونه؟ اي من كانت تقول اشرب قهوه ولا احس فيها. انا احمد الله واشكره يا سلمان بن لهي انك ما انت دكتور. ليه؟ كو والله امورهم تعبان. انا اصلا ما ودي اصير دكتور. لاني وش لان عندي مشاعر. تدري الدكاتره ما عندهم مشاعر. لانه خلاص يشوف اشياء تخليه تبلد. اي خصوصا حقين القلب والجرح وما ادري ايش اسمه اللي يفتح يشوف قلبك. جراح عند المحسن. تبلد ما تشوي هذا حق شوي هي يضع كل شيء تقوله ما يجعله دائما ان شاء الله. هي ان شاء الله ما شاء الله عليه. بس يا اخي هذه تصيب الشخص بالتبلد انك خلاص تشوف اشياء يا ولد مناظر عادي تتحمل. ما ادري كنت تهرب كل يوم تهرب كل يوم تهرب كل يوم خلاص صار عندك تبلد. انا اهرب من الحياه في تفكير. انت حسبني اهرب من البرنامج؟ لا انا اهرب من الحياه ومشاكلها وهمومها. ليه؟ عشان اتعايش مع نفسي عشان اصنع لنفسي سعاده. اقول لك يا اخي السعاده السعاده تساعدك كل انسان تقدر تصنعها بينك وبين نفسك. طيب كيف اقدر انا اغير مزاجي بشغله؟ بس انا ما اشغل مخي وانت ما تشغل مخك ولا ما اشغل مخك. يعني لو تشغل مخك في وقت الحزن والضيقه خلاص طول ما تصير في حزن وضيقه. يعني بس يبيلك وشو تعرف انت يا الانسان وش اللي يغير من مزاجك. أنا في أشياء حلوة تغير مزاجي. مثل؟ مثل مقابل وجهك يا أبوك. الله يطول عمرك. هذه سعادة. الله يطول عمرك. مثل طلع المكان المفضل عندي. تخيل مثل برجر. برجر مع صوص. يا أخي في حاجة تسعدك جدا جدا بس أنك ما قلتها. وش هي؟ تدكش. شفت؟ أنك ما شغلت عقلك. باقي عقلك. تعرفها أنت؟ مثل مباراة الهلال. والله العظيم إنها في بالي بس قلت وشو؟ ما بيقولها لك. مباراة الهلال مو بني اشوف الهلال، اني احضر الهلال. جوك ليه مو حلو؟ لا وانت انت وش الاشياء اللي تخليك؟ انا والله اذا جت مباراة الاتحاد طال عمرك اروح. اذا مباراة الاتحاد صارت ما اروح صح اصلي العشاء واطلع انا واخواني اثنين كلهم. طبعا انا مخلي العائلة الاتحادية غصب عنهم. غصب ما في يا ويلك مصر الاتحاد ما القوة الجبرية. القوة الجبرية اروح البقالة طال عمرك حمضيات بارد فصفص. طبعا ما انزل اخوي عبود هو اللي يروح غصب عنه ما في يركب ننزل طال عمرك يلا تروح حمضيات الفصص يلا برا تروح على التلفزيون الثاني تابع على ابو سيشن اطلع برا قفل باب مشبه تابع لحالي بس تابع لحالي بس انك مروق مروق وتكمل هذه حتى ينهزم الاتحاد مروق لانك انت عشت اجواء اللي انت الطقوس اللي انت بيه. نعم نعم والله يعني احنا اشياء بسيطه تسعدنا بسيطه ما بحلمنا ان نكون يعني في رفاهية عالية وإن أشياء بسيطة جدا تسعد. يعني حتى لو نعيش في غرفة ومطبخ وذا أمورنا طيب. طيب أنا الحين ماني بسعيد. ما أنت بسعيد؟ أبغى أغير مكان. تبي تغير مكان؟ إي والله أبي مكان يا أخي. يا أخي في مرتفعات ولا؟ هو والله عندنا قرية أقسم بآيات الله إن إنها سعادة وفخامة. يا أخي طشت 46 يوم كل أبغى أكتشف لي مكان جديد. أنت اليوم تشتري هنا. ايش رايك بالمكان ذا؟ وين؟ اليوم يوم الناس يوم انتهى البث وكنا جالسين هنا تقول المكان ذا ودي اكتشف الباب. والله ودي اقول مشان نروح له؟ والله 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 صادق صامل. انت بتغير مزاجك؟ اي والله شوف السعد السعد
الأماكن هذه تغير مزاجك؟ يقسم بالله كذا أبغى كأني في مطل. أمشي والله أنه خلي مزاجك يتغير. بس هذا اللي يغير مزاجي؟ ما طلبت شيء. هذا المكان اللي انت بيه؟ اي شربت. بتصير سعيد؟ جدا. انا بديت اشعر بالسعادة من الارض. في ذمك؟ لا اله الا الله لبيك. انت سعيد الحين؟ بديت اسعد. ما تعب. انت الله. ها سعادة ولا لا؟ لبيك. تغير مزاجك؟ وش ورانا؟ ورانا بحر. بحر. وش يقول البحر؟ يقول يا بحر يا بحر لا تعاند. ان شاء الله يقلع. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف المكان؟ يظل الله وجهك ملحي. وجهك هذا يا الله. فضل الله من فضل. ما شاء الله تشوف القريه كلها. يعني ما في احد يقدر يحوش. يعني انا اقترح على القريه كامله. ما احتاج تحطون كاميرات. وقف واحد. حط لكم واحد يوقف هنا يشوف اللي في القريه كله. يعني بدل ما تزعجونا هروب واكتشاف هروب. خله يقعد هنا. اجلس اجلس يبو ملح. اوه يا لبيك بكره صيام. صيام اجواء حلوه في القريه. تدري يا ابو ملح والله العظيم اني صدق اني شايف اللي معلومه في اليوتيوب او انا شيخ اقولها. سبحان الله معلومه فيزيائيه وكيميائيه يعني معلومه مع حتى سبحان الله الكفار يدرون بها اقسم بالله. اللي هي وش هي؟ الصيام فيه فوائد للجسم. الصيام يفيد الجسم. يفيد الجسم. أنا اكتشفت شيء بعد. معلومة ثانية اضطر للمعلومة. سمعت والله أعلم إن الصلاة إنها تفيد بعد الجسم بالركوع. هذه شفتها أحمد الشقيري. صدق. راح مستشفى طال عمرك وشخص الكشف اللي مدري في الرأس. سبحان الله الواحد هو ولا الصلاة اللي بخشوع. اللي تخشى فيها. فرق بين الصلاة اللي بخشوع واللي ما هي خشوع. اللي عقلك ما يكون معك. أيوة الصلاة اللي عقلك كذا. تصلي بكل خشوع سبحان الله تتغير فيك اشياء وايد. سبحان الله اصلا اذا صليت وانت خاشع حتى تحس انك مرتاح فعلا. نشهد. لكن اذا صليت وانت ذا مهموم. اي والله. الحمد لله انت يجيك الشعور اللي اذا ما صليت يجيك ضيقه. في ذمه في ذمه. الحمد لله. انا اصلا لقيت من الايمان بالله ان شاء الله. لقيت اني متضايق ذاك اليوم اقعد اراجع اني صليت. الحمد لله نصلي ان شاء الله بس اكتشف صلاتي تاخرت. مخر صلاتي ودي تكدر خاطري. الصلاة في وقتها يا ولد. تدري ان هذه اكبر نعمة. تدري ان في ناس تفوتهم الصلاة بس ما يجيهم شعور الخوف. ما يجيهم شعور. بسم الله لا يبلانا الله لا يجعلنا من الناس. هذول استغفر الله يعني يا اخي وش اقول لك؟ يعني تحس حياتهم غلط. الله يهديهم. لكن اللي تحس بشعور الخوف لما تفوتك صلاة هذا ادري ان امورك طيبة ان شاء الله. هذا ان شاء الله ان الله يحبك. باذن الله. اللي لما اخطيت وذنبت يا ولد قلبك في وجهك. هذا وشو من الضمير والمشاعر. ايوه اذا عاد الله محياه فيك ويباك. شفت اللي ما عنده ضمير ما يحس بالاشياء. اي بالله. هذه من اسباب التبلد اللي كنا نقولها قبل شوي. لا تبلد ما دخل. لا يتبلد الضمير عندك. الضمير زي ليش؟ زي مثلا الضمير زي الدجاج. زي الدجاج. اي اذا حطيته في الفريزر وتجمد الشعور زي الديك. الشعور. ايه تحطه في الثلاجة يصير في الفريزر يصير. يبردوا ما عاد يصير المشهد. بالله في ذمه. والله العظيم انك حكمة. والله. يا اخي انت وين؟ اسجل عندك. الله عليك. طالب ابو مثلا. والله ابغى لي دفتر قلب. جوال طالب. خلاص سجل عندك في شو اسمه ذا في الذاكرة. الذاكرة. ولا دخل في العقل الباطني عندك. كلم العقل الباطني. العقل الباطني مو بهنا. ها؟ العقل الباطني هنا. ايش على كيفك يا ولد؟ عقل ليش اسمه عقل باطني؟ في البطن. اي انت اذا ما اكلت. هذه اسجلها بعد. ما تتضايق. اذا ما اكلت. اي والله تضايق. عقل باطني قام. صح صدقت. اقسم بالله العظيم انك تبهرني يا ابو ملهي. يا اخي انا احسب ما عندك فائده. كم فائده الحين طلعنا فيها من الجلسه دي؟ ثلاث فوائد. انا تخيل جالسين الحين هناك ساعه. كم تتوقع بنطلع فوائد؟ انت طيب فدني انت. انا افيدك؟ الا فتني انت فائده انت. وش الفائده؟ والله يوم قلت لي الفائده لا تطلبها لكي تاتيك.
لا في فايده انت قلت اي والله على حكم لا تضربها لكي تاتيك شنو عندك كبرياء هاي لا لا مو هو بكبرياء يعني انت اذا طلبته ها يدق ثقيل يتثقى يسوي ثقيل بس اذا ما طلبته يجي على وجهه الفايدة. والله كل 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 كذا نظامها كذا اجل الله ما احب النظام ذا انا اي بالله قدور اتوقع ان في احد في ناس فضائيين هنا يعني مستحيل القدور هذه من اللي بيرقى بيحطها هنا يا اخي سبحان الله النور ذاك وش هذا نور الايمان ان شاء الله والله اني صادق ودي اشوفك وين النور نجم يعني ولا شو اللي هناك يا اخي انا ما شفت النجوم اقسم بيت الله يا ذا القمر وين يا ذا القمر اول بيت انا ذا 99 فايدة طلعت منها بهالجلسة الله يطول عمرك والله انت 3 انا 99 الحين الله يطول عمرك بس تقول يا اجل ايش اسمه القمر لا صدق تدور القمر قبل كم يوم كان هنا القمر اتوقع انه يمشي يمشي وحنا نمشي والله ما ادري سبحان الله انا اتوقع ان القمر يمشي هو صدقكم ما رحنا مكانه هو اي اخي شو وضعه قبل امس يومنا جالسين نطالع في القمر اللي هو بس اليوم ايه؟ اليوم مختفي في 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 ان الموضوع صدق صدق في ان والله العظيم تحس ان يا اخي بسم الله تدري من كل البرامج اللي قبلنا حاسدين على القريه ما حد حاسدين على القريه حاسدين على الفقرات حاسدين من كل شيء ما تشوف يعني احنا عندنا ضيقه بس احنا نتخطاها اي والله هذا من الحسد برنامج هو احنا اقوى ناس ترى في العالم في في صوت يا ولد يا معجب 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 يا معجب الفزعه تكفى ابو ساره ابو ساره يا ابو ساره ابو ساره في العماره يا معجب كيف كذا قصير شفتنا شدك فوق ها كيف جيت فوق نكتشف اماكن جديده احنا ضغطنا الوان رحنا اطلع هناك رحنا بجيكم كيف اطلع من هناك من عند المسجد راح يا ابوي يوم بطلع مسكون نقول ذا هروب يا رجع ما شافونا شفت غرفه الاعداد من هنا طالعين انتم شفت باب الاعداد ذا منه ها رح يا ولد والله ان شاء الله قد اجيكم خلاص اطلع مذي مذي ولا اطلع مذي ما حبر بس انت بتطيح على المكيف المكيف بس انت قصير كنا كنا لعبه كذا تقدر يصفق تحس انه مو بدقن ذا مركب له يا ولد ذبيل انتو يا ولد احس انك ولدنا ابو جابر يا ابو جابر تكفى يا ابو جابر اجل يا ابو جابر ابو جابر ابو جابر يا ابو جابر يا ولد بنروح معهم كيف؟ ابو جابر ابو جابر ارحب تبقى يا ابو مرحبا لا 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 الله يجعل لا كيف الجو؟ سلامات برد ولا حر؟ اسالونا كيف طلعنا؟ كيف طلعنا؟ طرنا لا لا علم صديق معي يد سوني سويت الوان مربع مثلث جنان القفزه الخارقه ذيك حقت اعطيتهم قهوه ايوه طلع بسام وين؟ بسام ما بسام 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 معنا متسابق صار بسام ايوه اوه شيخ القريه الرجال جايب فراشه وراقدنا هنا عندنا هنا يوه دجوع عالميه قسم بالله بالله يا كيف برد ولا حر؟ لا والله العظيم كيف نطلع يا ولد؟ هوا هوا هب البراد وزانه النفسيه والجو غيره والمشاعر حيه ايش هذه؟ اوه احنا نطيح مو منا لا لا مو منا نمزح نمزح عليك عليك بس اسمع يمديكم تطبرون هناك والله العظيم ابن عارج والله ما تروح في ذمتي تعال قريبه قريب كلك والله منين ابو فرح محمد لا كرتون والله بسكينه اسولف معكم يلا بفرح منين بيننا السيل وين السيل بيننا يلا اللي بيطبر يجي منه يا ولد الله نودنا نجيك لكن السيل يا ولد السيل هذا تعال في هنا فوق ذي ابرك لا لا انا هنا ارتحت هب البراد وزانه النفسيه
والجو روعه والمشاعر حيه. ايش الذي تحس انه ما يسمون العوال؟ ايه هذا اللي طلعنا البركشت كذا كان يا معجب يا معجب. ترى والله ما ترى انا مقبلين على عيد يا ابو جابر. تكفى ابو جابر كاني في مطل في ابها الحين الا والله كان بيننا السي مطلنا خاص. ابغى شله كذا حقت اجواء يا ولد. الادمي اذا لا ينفق علينا ولد ترى هو اذا يطيح ما العيد بعد بكره ترى انت والله انطيحت ما هي سهل عيد من الارض. اوه طلع خفيف ذا خفيف خفيف يا معجب 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 وينك وينك معجب؟ لا تهور تعود من الشيطان أبابا بلا وحن يقول لها تعود من الشيطان. وادم الموقف خطير دور أقرب مخرجة للطواري واستخر يا معجب. تعال تعال بعلمك تعال اعجب اشتقل كلها في رأسك أبو جاب والبوه بغي تطيح لف أشوقك. شو شو جاك 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 يا معجب مانو والله جاك جاك يا أخي تعال 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 مع الباب الأزرق يا خسوف مع بعض بس ما يمدي يا ولد والله العظيم من راقينا. اوه في تسلق بس انتبه. جبت أسائر الحزن المطول واكتم العبرات وحدني للسنين المقبلة وش عاد بكاني تخاطفني هموم تثر بحالي لمن هجاني أشوف الموت لا والله أشوف الموت بعيوني لو أن الموت يشواني ترى بعدك خذا عمري وأنا عمري معك بالذات أنا ما أقدر على يا ولد بدي أنزل من هنا ولد لا لا أباظه جاء أباظه جاء أباظه أباظه شغل الصوت عموني بعطني صدى أتحداك تعطيني صدى ألو أغرم بكولا أباظه أباظه يا ولد اطلع عن السير يا ولد ألو اطلع عن السير اطلع عن السير يا ولد ايش لك انتبه 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 يا يوسف يا بيننا انتبه السيل اطلع عن السير يا ولد يا ولد الله يصلح مراهقي مراهقي طيب يا عيال اسمع يا عيال سؤال احنا بكره صيام صح؟ وين السحور؟ انت السحور يا ابوي انت السحور ما ادري ايش دعوه دجاجه؟ اي سحور؟ اعشي اعشي رجال عليك يا معجب لو ما تسحر ها يا عيال كيف؟ ولد دقيقه اسمع 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 السحور ما هو قالوا بتطبخون؟ طبختوا ساعة كم الحين؟ يعني من اليوم وانا راقب متكل انكم تطبخون وفي الاخير تقول ما مسحور توكل على الله تتكل ابو جابر ساعة كم يا رجال؟ يا اخي تراكم تعبتوني نفسيا الساعة ثلاثة ثلاثة ما اجيك ثلاثة ثلاثة كم بقي على الصلاة؟ ما اجيك ما اجيك لا لا يعني تقريبا حوالي نص ساعة نص ساعة اي 20 دقيقة نتكي و10 دقائق نشرب موية صلاة صلاة تعال تعال بالله قصرت متمرد قصرت متمرد متمرد هيا تعال بالله انت تكفى تعال تكفى طلبتك يا صالح ابو ابو يوسف هذا عندك لا يا عيال حبر هذا عندك يا ابو ياسر ابو يوسف صالح هذا عندك يا عيال حبر تعال يا ابو يوسف تعال مرحبا يا عيال ما له داعي يا عيال خلاص صح حول ولا قوة بس هو يطيح بنا والله لا لا ما يطيح ما يطيح والله يطيح ما يطيح قطعت انا وهادي هنا تعال انت هادي وانت هادي وانت والله الثقة ذا يا ولد هادي يا هادي وانت انا ميت هادي منك لا عد منك تستطيع عندك تستطيع والله خليني اجي عندك والله بروح هناك انا بروح والله يلا يلا ابو جابر اجيك انت تستطيع والله ما سامح صدقني تستطيع طيب يا ولد سحور نبغى سحور ما عليك بتسحب بس اطلع الحين ارحب قلب 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 السلام السلام اخيرا اخيرا هذه كانت ها خصم اما صدق خصم لا صدق لا لا تعود مش ما في خصم سهلات يمديك تعوضها الاسبوع الجاي ما في برايم الاسبوع الجاي ترى ما في برايم ما في برايم صراحه الديره يا ولد ما في برايم لا ابو جابر ما في برايم ترى الاسبوع الجاي ابو يوسف انت وين رايح لا 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 ابو جابر والله بطيح صدق ابو جابر ابو جابر يا منتي يا عيال السحور يا عيال السحور يلا السحور يا عيال تعال تجيب حط صدق والله جبت سحور اي شيء نعمة كريم ابو نعمة نعمة ابو جابر ابو جابر هنا يا اخي شفت شخصيه ابو شخصيه هون حلو كهيه اذا عصبت اذا تنرفز اذا ارحب على مس سعد سرك ولا يضرك عاني متكني ها
لا ان شاء الله ما عيد ومعايد يا رجال ما في خصومات. وش شعورك الحين يا ابو جابر؟ شعوري الليله غريب كيف الحبيب ينسى حبيبي. اجيك مع الجسر. لا فكرت فيه بشكل كرتون. انا بشوفه. لا أمانة من الان انا خلاص تعبت. انت ابو مفرح ارحب. خلاص انا تعبت. انت فاس تعبت خلاص. تعبت سائر الحزن المطاو الوقت من عبره حزني. لا لا تروح تخليني. بيض الله وجهك. بالله كيف؟ اقسم بالله الله يبيض وجهك. انت اللي اقترحت ابو جابر. يا ابو امانة لا تخليني. أمانة لا تخليني بلا روحي وكذا. أمانة لا تخليني بلا روحي وكذا مو الله أخاف الكم. يا ود اتق الله في نفسك يا ود. اليوم ليش؟ لا إله إلا الله. اتق الله في نفسك يا أخي. كم عمرك؟ وش فيك؟ كم عمرك يا أخي؟ اليوم يا أخي المفروض أنك تحترمني ما ترفع صوتك علي. ليلة عرفة يا مسلم. المفروض أنك تحترمني وترفع صوتك علي. المفروض أنك تحترمني. يا عيال كم توقع عنك؟ والله يا أبو جابر صح والله ما وانا اللي أنصح. يا أخي عيب يا أخي. والله عيب احترمني يا أخي. أنا محترمك. لا لو الحركة تسوي بيدك قدرك على راسي. عيب يا أخي. قدرك على راسي. لا تسوي كذا يا أخي. كم تتوقع؟ والله سؤال وجهي. كم تتوقع تكلفة كهرباء قرية شهرية؟ والله إني قد فكرت. اقسم بالله اني فكرت. تدري متى فكرت؟ ما شاء الله حتى ذي ترى ذي اكبر. ايوه تدري متى فكرت انا؟ يوم يجون الصباح يطفون الكهرباء قلت الله الفاتوره. اتوقع 100,000. انا اكثر. انا اشوف انه اكثر. طيب كم توقع؟ يا ود الكبس. انا بيت الكبس الواحد كم؟ انا بيت الشقه لحالها يعني من كبر الخوش وذا كلفني شهريا 54,000. استشهد الله. بس الكهرباء ايه؟ الماء طيب؟ الماء 70-80. والله خطر. واجيب طاقه شمسيه. الله فكره. بجنب السيل وكوخ كذا شفت الخشب ذا ونور حق البث حق بث تيك توك. ابن عوري شو العلم؟ العلم وش؟ ما عليه ما عليه. والله المفروض انه هو ينصحنا ما احنا اللي ننصح. يا عيال معجب اختفى. اصبر اصبر. معجب وين؟ معجب اصلا من يوم طلعت هنا ما اشوفه. العيال وين؟ ما ادري. والله معجب فيه. والله اني صادق. يا ولد انا يمكن انهم يصدقون فيه. هو وينه معجب وينه؟ احنا وش كنا نسولف فيه يا بابا؟ قد معجب وينه؟ ذكرني بالله. يا الله والله انت جبت سعور ولا تلعب علينا. الله يكتب اجره. احنا لا نقدر نكون طفل. طفل 80 منو؟ معجب. قبل يوم واجهت الضبع وسط جيب تصديره من دبي نظرته العين قبل المغربة ولا عاد في ضميري. ارحب يا ماجد الرشيد. تعال تعال اركب اركب امشي يا رجال. تعال يا سنادي تعال 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 مشعل. ما ادري ليه. هل هناك اسباب ادت الى مثل ذلك؟ السؤال لماذا؟ طيب تعال تعال تفضل حدثني عن الاوتفت يا ابو يعني تفضل. لا امانه لا تخل. ابابا اشهد يا شباب شاهدين ثلاثة شهاد خلاص انتهى الكلام. الفاصل بسبب صالح البلوي. ابو جابر لا عطني وش شعورك ذا اللحظه. والله شعور بالله ما اقسم بايات ما غيرت من نفسيتك. اقسم بالله انا تغيرت. والله شعور جميل يا اخي. طيب شفت قابلنا في القريه اليونانيه تعال. وين؟ قابلنا هنا. ما اقدر يا اخي اطلع. لا روح مشي تعال. انزل تعال يا اخي. انا راحت علي 250 نقطه حقت هجم الاسبوع. زين تبغى تروح علي زياده؟ ابعطيك اياها. تبي؟ لا ما ابي. بقعد اغني هنا وابكي لين تجوا. ببكي انا في خاطري ابكي. انا عندي بكوه من من من, من, من 46 يوم وانا مخزنها. بكوه ما هي بهينه. ابكي لين تجوا. بأفرغ الطاقة. قاعد أفكر أنا دقيقة. معليش عطني. أبدا بخير راحتك. طيب طلعت معي فكرة. أسلم. كم ناقصك نقاط؟ والله ما أدري يا أخوك. تقريباً أنت كم؟ لا تسأل. أنت كم؟ لا تسأل. أنت كم؟ أغلى من سيارتي. أنت كم؟ النقاط 40,000. أنا 30,000. شو الليلة؟ وش 30,000؟ لازم يا اخي اكون قريب منك. تبغاني اكون بعيد عنك عشان تتعب نفسيا. انا 40,000. ابو مفرح كم توقع؟ انا اعطيه 35,000. ايش هم؟ كم نقاط؟ خلاص خصم من الليل. انا ما عاد علي خصم من الحمد لله. خصم من الدار. الخفي اتفقت انا ابو سلطان. ها قال خلاص انت بديت صفحه جديده شفتك منضبط.
عطيك 5000 نقطة إضافية جديدة، تبدأ صفحة جديدة بس خلك من ضبط. بيعطيك 5000 نقطة بس كم بيبقى؟ بس كل وين؟ هذه وأنا في المسجد متحلم. أها حلو حلو. لا أجانا بتفق مع أبو سلطان. أبو سلطان خصم والله ما أدري. أبو سلطان إذا تسمعني الآن. إيه إذا تسمعنا صدق أبو سلطان نطلبك 40000 خصم يا أخي. ليه يا أخي؟ يا أخي وش ذنبي أنا طيب؟ أنا عندي فرط حركة وش أسوي يا أخي؟ كل شوي راح منطقة محظوظة يا أخي حسوا فيني يا أخي. طيب مكبر القرية زيادة. دوري خلصت؟ تفضل. أبو سلطان أبو سلطان يا أبو سلطان إذا قلت أبو سلطان كفو. المهم أنا يا أبو سلطان أخذت نجم الأسبوع طوني 250 نقطة. الحمد لله ونشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. والله الذي لا إله إلا هو. والله الذي لا إله إلا هو ما يطريك. ما يصير قل له قل له قل له جوائز الأخوان اللي قبل وشي. ولكن حصل ما حصل والعبد يصبر على المكسو. الله يمر زمانه ويأخذ في العزم والهمة. افطرات الرجل لا يحق من الزمان همومه لا يدري بسده كود خيلة بني عم. عمه الله أبو مفرح مطالبتك. ها مطالبتك مطالبتي طال طال أي شيء. أنا والله حقيقة يا أخوان والله يا ولد إيش كت عشان تحسن العلاقات خلنا نعيد أول شيء. ها نعيد أبو سلطان نعيد يلا. يلا واحد اثنين ثلاث يلا كل واحد اثنين ثلاث كل عام وأنت بخير يا أبو سلطان. عيدك مبارك يا أبو سلطان. يلا عيدك مبارك. يلا واحد اثنين ثلاث عيدك مبارك يا أبو سلطان. يلا عيال نقول شيل هذه عليها درجات ترى. ايه شيل الخصم عنا يا ابو سلطان. يلا واحد اثنين ثلاث شيل الخصم عنا يا ابو سلطان. وشو بعد نروح نسحر تمر وفاضه. انت سحر انت سحر ما ادري وش رايك. مشينا 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 يلا يلا جايينكم. يلا تخوينا سحور. لا والله جاي بالعاد. لا لا بخلص البكوه. ها بخلص البكوه. يلا نبكي شوي. نبكي نبكي. يقول في خاطري شيء في خاطري ضيقة وفي خاطري شيء وفي خاطري بكو كلام ما عرفت أرتب. الله الله أكبر. في إذا لقيت الحل عطني عندك حل وأنا هني عطني هني. قبل لا أروح هني وتروح روحي مرة مرة, مرة. سلامتكم صح إن شاء الله. رد عليها أبو مفرح أسلم. أنت إيش قلت أول شيء إذا خاطري مدري إيش خاطري ضايق وخاطري فيه شيء. انت يوم انك فقدت اللي في خاطرك فقدته مثل فقدك. الله فقدك افقدني فقد ما فقدته من افقد افقدني يا قول البيت العدد الشطر الاول. انت اللي فقدته يا ود اسلم. ترى فقدك فقدني افقدني اللي فقدني فقدته. الله فقدته. يا الله واللي قد فقدته فقدته قبل تفقده فقدته فقدته يوم اني فقدت الشعور وذاك الزمان زمان. الله رحت لم ايش رايكم بلم طلعت فنان. رحت لم الهنقر وغنيت يا سلام يا سلام يا سلام. واجهني بسلطان بكل ابتسامه ورحب وقال ابشر يا سلمان انت ابو مفرح وابو جابر. تحيه لابو سلطان. تحيه والله دلعين. تحيه لابو سلطان اذا تشاهدنا الان نعزك ونقدرك ونحترمك على الصعيد الشخصي. والله نقدرك يعطيك العافيه ابو سلطان ما شاء الله تبارك الرحمن. يقول يا ابو سلطان يا ابو سلطان كل واحد منا يكمل نشاط. يلا يقول يا ابو سلطان يوم اني بزهب بزهب ما زهمت الا مثل شرواك وشرواك شرواك. انت الرجل مقطع حق والاول والاول ويفصل وابشر بنا عند اللقاء واحتزم بنا كم ولا زود على كلام سلمان فيما قاله الا بالاثبات والدلائل. الله كل ما في خاطري قالها اخواني وانت يا ابو سلطان تستاهل. الله يوم قالها ابو جابر تستاهل فانت تستاهل الطيب يا ابو سلطان واحتزم بنا ورقة سنود ونهد القرية ونقول للناس ركود. الله ركود يا زايدي ركود. بس ان بغيت الحقيقة يا سلمان ما تنقال ركود ركود الا لقد ابو سلطان موجود. الله الله واذا هو موجود يا حليل اللي بزوط أهلا في برنامج الاستديو. الاستديو الله 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 الله. يوم اني شفت ابو سلطان مقبل مقبل جتهم قشعريرة قشعريرة ارتبك نبض القرية واحترق دم العداء وريده وريده. سلام سلام مبرح. يوم انه دخل في الهاوس طلعت المغادرة
شان يرجع شان تعش والله انه ايه جاء الشطر يوم انه دخل بالضيقه حظمنه ومحزمه يوم انه دخل بالهاوش وطلب المخده اي هم بس يشوفوك طالعه جبل اطلعوا فوقك وعلى قوت صرت تحت اي زر بوكس صح فما له ما له طريق انه غير يجي من الله يرضى على سلمان الفارسي والله انه دوار الشهداء اقسم بالله لو تجي وايد شيء دوار الشهداء اسمع اللي قتلوا فيه وحاربوا فيه ما هو انا وهيني ايوه خابنا هنا دوار الشهداء هو جبل وحاطين دوار عليه اقرب جاي سلام تعال اكبر خواضة تعال كل خواضة كامر وخواضة سحور تعال تسحر اقرب عين احضارك جبل النور جبل احد تجي يا ولد عظيم 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 كيف كبر جبل يا ولد مدينه ساعه كم يا رجال مدينه بعشر عندي على خبزه جبل الرمات شوفه الله سبحانه وتعالى عنديها في 25 دقيقه ان الله يربي صدقه احدكم ما عندي خبزه يربيها كما يربي احدكم في الاول الى ان ياتي يوم القيامه وصدقتك جبل احد جبل احد مكانة تاريخية يا أخي جبل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل نحبه ويحبنا. يحبنا سلام. نحبنا إي نحبه ويحبنا. لا إله. يا ولد أنا في حديقة في حمص مية حديقة أحد. في نفس الجبل. عند الجبل. إيه. يا ولد راحة نفسية. هل تعلم أن عبد المحسن ما قد جاكم؟ 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 بعد؟ إي والله. لا تجوز والله لا تجوز. ليه؟ لا تجوز. أبغى أنزر ها تعال حرام والله تعال مني لا جيت ماني بجي عندك مني بروح على بيت الله سبحانه بيت الله مسجد وبروح عند شيخ روح عند أشرف خلق الله محمد المطيري لا ما خبره أهم شيء تمر أشرف خلق الله أنا أسمع نفس ما يمديك تقول كلمة أصلا عندك كلمة تردها ما أقدر فك وثائق وعلي ماك فك وثائق جبل أحد كم يبعد؟ أقول بدأسمة كم يبعد؟ بدأسمة بلابسة مدينة تنظر يا مكتب قفة أحد شوف المراء مدينة والله تحضر مكان تجي مكان غزوة الخندق طيب هو المقبرة والله لازم المقبرة زيش شوف جبل اللي معه جبل الرمادة مقبرة الشهداء عنده جبل الرمادة على طول أصلا من عندها تطل على أحد كذا وبعدين ممكن تجي تعرف ان هذا ان الله ما ادري عنهم مسوينه ولا الله وش هو كذا تبارهم كذا وبعدين كنا زي ما تقول زي اللي يحطونه قدام الصفوف الرمي كذا لا بس ترى وش هو بقول هذا محتواي انا لمني رحت برا بعدين اوريك بس بقول اي ممتاز ترى صار الحين علمت الحياة بجيك انا الشيخ عبد المحسن والله انا بعد دراسات محتوى بس بقولك شغله ترى صغر قول الله جعل بالعافيه كان اكبر من كذا جبل رمى من كثر رمي لا كان وش والله ما ادري من وش الزمن يعني من الزمن جبل الرمى من كثر رمي هو يقول صغر احد يقول من كثر رمي تسمع معهم بلاجيك اسمعهم سهام سهام لبال بالله صادق منو اقرب ما انتم منو اقرب يا حسبين معهم كانت خلاص اسكت الله يرحمه والله قهرني الله يعزك يا ابو محمد كيف معلم والله اني احبك بالله والله العظيم اقسم بالله اني ما هقيت هم والله احب مليون ويقول هذا ايش محتواي تعالوا خوابة تعالوا تمر خوابة تمر خوابة لا يا شباب ما تدري قلوبنا تكفر ليش ابو جابر كم باقي على ذا عطني تمر باقي 20 دقيقة هب لي تمر يا عسيري هاكم شبه التمر هب لي ابو جابر باقي 20 دقيقة على ذا ابو علي بو وضعي كل يوم في رمضان بكرة يجيني واحد يقول لي اوم علي صايب بضربه تعال تخدم معنا اوم علي صايب بضربه
يعني بقول لك تعال رد معنا اضرب عرق. لا شوف لا خلاص بجي بجي. ما بتصوم يا ما المويه يا بصوم تحجي يسوي ظريف اكرمك الله. ايه ظريف يا رجال عسير تخيل يسوي ظريف يقول تعال رد معنا تخيل. الاسلاك الاسلاك السلك دور لقيت لقيت يلا يا رب. هات 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 بسرعة بسرعة بسرعة. كم معك كم معك؟ كم باقي؟ الساعة كم؟ الساعة كم؟ الساعة كم ماجد؟ الساعة كم؟ بيتهدد. باقي 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 وقت باقي وقت باقي وقت يا شباب. لا لا ما في وقت ما في. خلنا نجيب هذا أكبر أكبر. خلنا نجيب واحد أكبر. هذا هذا أكبر هذا أكبر أكبر خلاص خلاص. هي فك فك الزيوت. هذه هذه إي إي هذه 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 ما تكفي. رد 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 هاك هاك رد قلت رد. دي دي اسرع دي اسرع دي اسرع دي اسرع دي اسرع دي اسرع ما يكفي دي اسرع 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 رد قلت قلت رد. تكفى تكفى حط المي حط المي حط المي يمدي ها تراب انت هات الزيوت هات الزيوت هات الزيوت كان 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 يا ولد كان يا رجال. فين ها فيلمه فين ها فيلمه أصل أصل مالك مالك عادي شغل 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 اشتغل انت سر يلا خلاص خلاص كفي كفي اقسم بالله ما عاد اطيعك انت فيا الهدره الهدره. هات الزيوت هات الزيت كم باقي كم باقي كم باقي يا صالح الماء حمي قرب 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 فكي من الكبار الله لا يوفقك يا 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 خاين لا تكثر شطة لا تكثر شطة بنعطش بنعطش هذه اسمها بهارات بهارات ما اسمها اللي حطها هو الحمراء ذي لا تحطها يا اخي هي لازم منها لا تحطها لا تحطها خلاص ما عاد بقى الا ذي بنعطش خلاص اخر شيء ذي خلاص ما عندي مزود في مجال خلاص البهارات ارجع ارجع وراك لا لا ما عندي شيء ما عندي شيء ما عندي شيء ما عندي مجال اوه حطيت بهارات؟ كم حطيت؟ كم حطيت؟ ما ادري. يا تكون كيف نبي نصوم احنا الجماعه لازم يفور احار به شوي عادي ها؟ عادي ما ادري مش 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 تكفى يا محمد تكفى يا محمد تكفى يا محمد ليه؟ لا يا جيب 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 عطني ملعقه هات ملعقه هات ملعقه وين مشعل؟ مشعل ها؟ هات ملعقه بسرعه واقفي يا رجال ما لها مجال يا رجال دي قطع لها مجال هني ها خلاص خلصنا دي ملي بشيل الصحون انا بس خلص والله لو ما تشل انا بقعد بعد الاكل ايه ايه يلا انا انا مو مستني يا خاين يا كل كل تصبير احتياط 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 كله 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 احتياط احتياط سوي سوي معك سوي معك ابو هني يا رجال ما له داعي ما تسووا اللي فجأة عليكم قبل المغرب شبه شبه خليه يستعجل خلصوا 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 خلصت الجبنة يا رجال ما اشتغلت قشطة. خلصت القشطة يا دنا أصبر في فق بقعي إلا اشتغلت سمعتها قبل شيء تقول تسس يا رجال كيف أقوله زود موي زود موي يا أحمد حنيف شف شف يا المحترم شف ما في مويه يا اخي شوف باقي بيطبخ خله يطبخ الحين خله يستوي الحين ممكن تسكت احمد يعني مسؤوليتك مسؤوليتي مسؤوليتي عطني عطني وين الاكواب وين الاكواب ايش تبغى يا شباب ايش كليتوا والله اني قناص فين الاكواب فين الاكواب كم الساعه سويت لي سويت لي في علبة في علبة الله ما ادري يرجع طيب محمود يلا استانس وانت استمتع وانت تروح تعيد ليفو زد الماء يا اخي شوف
تحسي بلا تست احتياط ثاني. ما عاد في قشطه. قشطه ايش تاخذ قشطه؟ جبنه كيلو. بسرعه. ما في يدك ساعه، ايش عرفك ابو صلوح؟ بسرعه قول به كيفك؟ وش يعني يا اخي اسكت. بسرعه. والله انا خطه. ايش خلاني استفدت من شيء؟ يا رب ما يبدا، يا رب ما يبدا. صببت جهز البباس. خلاص شبه. لي ولك؟ لي ولك. انا من انا اخذه مشعل. جميل. والله ما بيطول. حطها على الاثنين. صحن 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 صحن. يلا يا شباب يلا 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 الله يوفقكم. فين الصحن؟ فين الصحن؟ غسل الصحن يا احمد عينيه. يا على عبد الرجول معذور ابيض وجه معذور ابيض وجه رايت كميضه هذا اللي عذرني يا على عبد الرجول ابيض وجهك سويت ولا عليك وما قصرت ها 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 يا شوف هذا هنا حطه هنا الله يبيض رجلي 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 اح ولع كذا يا اخي انا الطمك كنت اسكت اسف 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 قرب 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 يلا يلا يا شباب ها يا اخي المويه شفت يا اخي طب 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 قرب والله قرب شد مويه يا اخي يطلع طلع اللي تحت يا دعوتك يا اخي اسكت بالله دنعه لازم تستعجل ترى بي ثلاث انفس حرام عليك ماجد ما تخاف الله جيبوا ما كم الساعه المع انا هنا ها قدام بقش 12 بقش خلص الله يخلص الحين مشي لنا مشي يا رجال باقي جابس اثنين 12 دقيقه بارد صح انو الصيام جابس اللهم اني نويت الصيام انت سحرت وما سحرت تكفى دلع استعجل يا اخي شو عاوز كذا يعني ايش في فرق اس 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 يا ماجد كم باقي يا عيال بسرعه 13 لا لا 3 دقائق يخلص 3 دقائق 3 دقائق تاكل في 10 دقائق ناكل في 10 دقائق حار عطي كاس يا اخي ملعق ملعق جهز الملعق انا ذاك اليوم طبخنا فيه خمس دقائق كبسه حلو باقي على الاذان 40 ثانيه خذ زاك اوكي كم باقي؟ سام كم باقي؟ سام كان صبينا منديل مويه جديد جديد لا تثبت اوكي ما انت البر ازي البر ازي ايه خلص شوف ايش يقول ذي ايش يقول؟ اعجل يبغى ياكل معنا؟ ايه ما عليه ما عليه جزاك خير خير لقمه هنيه تكفي 100 لا نلقمة من اللي تكفي مية يا أخي ترك السوالف يا أخي سريع عيدنا والله والله نخلص تكفى 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 خلص يا أخي في بياض في بياض شوف بياض خلاص يا أخي مو لازم ينجح جبس نزل 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 دنع 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 نزل 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 خلاص كب نزل نزل يلا يلا وين الملعب أوه هذا لا يحترق والله أنا جاي يلا يجيب لك أكواب حرك حرك سريع سريع ما في حيل اركض الرجيل حرك 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 قلنا حرك لحقيه هيا اللي يبغى ندومي يا عيال حد قال لك عزم؟ للشك 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 ما حد بيجي مرحبا الف مرحبا الف قلنا له تعال وجاء لا انا قلت قرا ترى التست حلو ترى ينفع لا يقول ندوم فوايده واجد ترى والله يضميك انت بصرك
والله انه يابس يا شكومه مالح مره ويابس. حط الملح انتم. لا والله بهارات ما قد ما قد دخلت فيه. والله انه لذيذ. ها ايه مع كل لقمه اشرب عشان تكمل المعده تدري. وين المويه؟ هات بيبسي. دقيقه اكلوا اكلوا. ما في دقيقه في وقت بيضل ضايع بسرعه. طف دي يا طف احترقت دي. بالله على بيبسي. لا هذا فهد القيس. سامي بن عمي. حبيبي حبيبي تعال تعال ما تجلس الا جنبي تعال. في دبا. هذا الشك. دي طاحت من وين؟ يا رجال. كل 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 يا اخي من شفتك حلوه يا اخي. حلو والله وجهك. وجهك انت؟ وجهك والله حلو. شهادة الزور دي. ليه؟ والله وجه انا عاجبني وجهه ما شاء الله تبارك الله. صلاة على النبي. معجب انت وجهك والشعور بالله والشعور بعد ما خلصت الخواضه يا معجب ما بنى عليك والله ما بنى احمد حنين احس منه بي ياكل على الرواق يا رجال ما في تمر الحر الاكل خلاص روح 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 ما يبرع التالي يا رجال تقدر ترد لي. والحلم كبسه والواقع عندهم. الحمد لله والشكر. اللهم لك الحمد. يا اخي. انت مسكوم؟ يا اخي هلهل يا اخي. مسكوم انت ولا لابس؟ لا. الحمد لله اشوف. حسبي الله قلب قلب يا عيال نادي فهد وقيص ياكل يا عيال فهد 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 السحور. يا رجال خلوه قاعد يفطر على يتسحر على هواجيسه. عبد الرحمن عرف النظام ذا اللي يأذن بدري هد هد تكفى عبد الرحمن اصبر العمارية تأخر فلذان اصبر ممكن تسكت ممكن ممكن تزودها دقيقتين لا لا جب تكفى عطنا لا يكون ثلج لا يكون ثلج باردة هذه طافية عيال في سيف اجر الصباح تبونها ها؟ من اكل الصباح؟ في تونة من اكل الصباح خلاص بعد بقيت 6 دقائق ما يمدي ما يمدي اسلم اسلم اصبر ما شفت شوفت يعني اصبر اصبر ترى باقي دي مشروب مشروب داخل فواء فواء اول مره اشوف واحد ياكل فمك صغير يا لا طالع بياكلي تشبع بسرعه اسكت اصبر انا ما اكلت يا رجل وهذا حقتي ولا وين هذا حقي الصح ها ما لا ها ايش فيكم؟ هذا اذكر اذكر اشكالنا كذا احنا ناكل وين؟ اللهم صل على محمد وش اشكالنا احنا ناكل؟ اعوذ الله من ذي؟ اعطيني بيبس اعطيني بيبس بيبس وين؟ يا اخي حرام راح من اللي خذ البيبس؟ جيب يا ابا بزر انت ولد انت حنا نذن بيذن يا ولد ايش يقول ايش يقول؟ باقي دقيقة تعال تعال بسرعة 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 جيب كاسك جيب كاسك جيب كاسك لا لا الماي الحارة هنا الماي الحارة هنا دقيقة عيال يذمت اي والله ها خلاص باردة باردة الموية باردة الموية مشعل 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 عطني موية أبابا تكفى زود دقيقة أبابا دقيقة تكفى أوه بضري 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 أوه
اصبر تكفى. لا بدك لا ت وانت هاي ترى العيد بكره مو الحين، ايش فيك مرسم؟ لا الان وضع تشغيل ممتازة. هدد. لا 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 يا عيال باردة، يا عيال باردة، بطني حبط كباقي كباقي دقيقة يعني باقي الحين. انت انت كم باقي؟ 10 ثواني. انت 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 ما عليك منه انت اللي ما خلصت. هي 35 اللي انا عارفه. رد علي بالكاميرا المشروب. مشروب مشروب بسرعه. رد علي عشان المشروب. المشروب اذا جاء المشروب يا اخي سحور يا اخي، يا اخي سحور يا اخي. احد يتسحر بالفل؟ بطني 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 انا احس ان بطني بينطق قرجال. ما الوم فلفل والدومي مستوى. اعطني موية حارة يا مشعل. يا اخي يا اخي من قال؟ الله من قال؟ يا اخي قد قالوا اترك ثلث لنفسك لنفسك. ما انت اترك ثلث لكلامك. يعني فوق انه وكلك سحور حار سباسي يغلط عليك. واطي والله العظيم قبل لا اصوم. انت ولا خلي لا تشكيه لا 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 اشكيك في الارض بل اشكيك اللي فاطر السماوات. يا رجال غطوها غطوها بالمخدة، غطوها باي شيء، ما نبغى نشوفها الساعه 5 ولا 4. ليه يعني كذا؟ انا اعلمك ليش بيصير يعني. انت صايم 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 لعمرك ترى صايم عشان تاخذ اجر. ما اقدر علاجي ما اخذته. صدق باقي دقيقه لان صدق علاجي ما اكلته. والله ان علاجي ما اكلته صدق. لا 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 تكفى صح تكفى. والله ان علاجي ما اكلته. والله علاجك ما اكلته يمدي يعني اشرب ماء. تعال دوخة تعال امسكني تعال امسكني تعال امسكني. ها والله دخت مويه كثرت. سلمى امسكني والله ما استهبل معك. امسكني صدق ودني ودني هنا. ودك هنا دخت. يلا انت بدك تموت. تقبل بسم الله عليك. بسم الله عليك بعشق. بسم الله عليك. بسم الله عليك. لا الله الله يقلعك. وين انت بيوديك؟ دخل دخلني روح دخلني دخلني انا. اوب راسي راسي روح. يلا بجي. المويه البارده تعطش. لا لا لسه كم باقي على الاذان؟ لا لا ما ادري ما ادري على كيفك. ما قال الله اكبر في ذمه تكذب. يقولون لا يقول لك دايم لا تسمع لا تسمع لين تشوف بعينك. في الحياه يقول لك يقولون خلوا لين تشوف بعينك. لا يا بابا اذن يا حبيبي. اذا كل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا أبو محمد عليه الصلاة والسلام نبينا ورسولنا.
تجار لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار سيجزيهم الله أحسن ما عملوا أمل أمنوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى